اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، حيث نرصد فيها ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ونبدا من اهم العناوين. جاء في موقع الهيئة قسم حقوق الانسان: القوات الحكوميه اعتقلت 939 مواطنا خلال شهر شباط المنصرم. ونقرأ في المدى: المفاوضات تمنح الشيعة نصف رئاسات اللجان النيابية، يليهم السنة والكرد. ونطالع في كتابات: تحالف الحكيم يتهم عبد المهدي بالعجز في مواجهة التوافقات السياسية. ونطالع في الجزيرة نت: الاحتلال يهدم منزل الأسير عاصم البرغوثي بالضفة. وجاء في العربي الجديد: تصعيد أمريكي ضد حلفاء إيران في العراق ينسف جهود التهدئة. ونقرأ تحت عنوان: في القدس العربي استشهاد فتى فلسطيني بنيران قوات الاحتلال خلال مواجهة ليلية على حدود قطاع غزة. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في الحياة: دوكن أبلغ لبنان قرارات صدر غير قابلة للتعديل ولا يمكن المماطلة في خطوات الحكومة لتنفيذها. أهلا بكم. يتخذ المشهد الأمني في العراق أوضاعا مختلفة تتمثل في التدخلات العديدة والأشكال المتباينة لطبيعة الحالة الأمنية وأدواتها على الأرض وتنوع العديد من الجهات التي تعمل على إدامة صيغة العمل الأمني في الميدان. وهذا الأمر حدث بسبب الكثير من الوقائع التي أفرزها الغزو الأمريكي للعراق وتعاقب الحكومات الستة في بغداد وأدوات ووكلاء النفوذ الإيراني التي حددت أشكاله وتباينت أوضاعه بتأسيس الميليشيات المسلحة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا ومباشرا بأجهزة النظام الإيراني، فأعلنت عن قيادات وأسماء وتشكيلات صاحبها التدخلات الواسعة في الأوضاع الأمنية التي سادت العراق، مستغلة الأحداث التي رسمتها طبيعة العلاقة بين الاحتلال الأمريكي وأهدافه وانتشاره وإطلاق اليد للنظام الإيراني من قبل الإدارة الأمريكية في العبث بالأوضاع الداخلية للعراق وتحقيق أهدافه في الهيمنة والسيطرة والنفوذ والإمعان في التدخلات في جميع الميادين، وخاصة في رسم القرار السياسي. عن ملامح الدولة العميقة لحكومة بغداد كتب إياد العناس في صحيفة البصائر العراقية: كان الهدف الرئيسي للنظام الإيراني هو تشكيل قوات مسلحة ذات إمكانيات كبيرة وتوجهات خاصة في العراق تكون مماثلة لتشكيل الحرس الثوري الإيراني، بحيث يكون هذا التشكيل لديه القدرة على السيطرة على جميع مقاليد الحكم في العراق ولا يرتبط بأي جهة أمنية أو عسكرية تكون مشرفة عليه، فهو لديه المرجعيات السياسية والعسكرية التي تشكل عمق العلاقة بين هذه التشكيلات والمرجعيات التي تساهم في إرساء دعائم المشروع الإيراني، وهو ما يتمثل في المرجعية السياسية لهذه الميليشيات والمتمثلة بولاية الفقيه والمرشد الإيراني علي خامنئي، وعدم وجود أي ارتباط لهذا التشكيل بوزارة الدفاع وهيئة الأركان العراقية، بل يرتبط مباشرة بمرجعية عسكرية إيرانية تمثل فيلق القدس وقيادات الحرس الثوري الإيراني. هذه هي أهم أوجه المشروع الإيراني الذي يسعى إلى تعزيز ركائز وأسس الدولة العميقة في العراق لتشكل خطراً على البنى الفكرية والسياسية والاستراتيجية لمفهوم الدولة في العراق، وتساهم في تنفيذ المشروع السياسي الإيراني بإشرافه على جميع المؤسسات والدوائر الأمنية والعسكرية، ولتكون تحت هيمنته وسيطرته عبر تشكيلات الدولة العميقة. الكاتب يضيف: قامت إيران وبكل نشاط وإصرار على تمتين وتقوية وضعها داخل العراق بالانتشار وبناء الأسس التي تؤهلها للهيمنة وتنفيذ مشروعها السياسي والسيطرة التامة على الأوضاع في العراق، مستغلة تواجد العديد من الشخصيات والأحزاب التي تسيدت الحكم في العراق وخصوصا في بغداد بفضل الدعم الذي تلقته من قبل أجهزة النظام الإيراني، وسعت أيضا إلى تنفيذ جميع التوجهات والإرشادات التي كانت تنطلق من إيران وتبلغ من قبل السفير الإيراني في بغداد الذي أحكم السيطرة على تنفيذ المشروع الإيراني
في العراق. جاء في موقع كتابات بعد أن أصبح واضحا جدا أن وزارة العتيدة هي وزارة محاصصات بامتياز باعتراف الجميع. أدلى السيد عادل عبد المهدي بدلوه في اعتراف صريح أشك أن يكون مقصودا من أنه بانتظار توافقات الكتل السياسية لحل قضية الوكالات في الوزارات. وبذلك قال الرجل وبكل وضوح وصراحة أن الكتل السياسية هي من ترشح وتوافق وتتفق وتتوافق وتتحاصص وما عليه إلا أن يوقع عن الخضوع الكامل لدولة عادل عبد المهدي للأحزاب، كتب عامر القيسي في موقع كتاباته. اعتراف صريح في المؤتمر الصحفي الأسبوعي نهاية شباط من أن الرجل ينتظر ما يقررون ليوافق على ما يريدون لحل الوكالة والعودة إلى الإصالة، ومن بعدها الدرجات الخاصة لتصل بحسب مقياس ريختر إلى تعيين موظف استعلامات، وهي اللعبة التي تحدثنا عنها كثيرا وقلنا صراحة إن سيناريو التشكيلات السابقة للحكومات العراقية يعاد بيد مخرج هو الأضعف منذ العام 2003 وفاقد صلاحية لاختيار الممثلين بل وحتى الكومبارس، والمخرج نفسه لم يستطع أن يفي بوعوده للجمهور بإخراج سيناريو مختلف يعالج دراما السياسة العراقية السوداء. خيب السيد عادل عبد المهدي أمال المتفائلين وتركهم حائرين يبحثون عن الأسباب التي ضيع فيها فرصة صعوده نجما جديدا في هوليود بغداد، كما ضيع سلفه العبادي فرصة أن يصبح رجل دولة حقيقيا فضاع في حلبة صراع الديكة وخرج من تفريش. الكاتب يصف هذه الحالة وحتى لا يخرج السيد عادل من تفريش كسلفه تسارعت كتلتا سائرون والفتح لرمي طوق النجاة له ليخرج بأقل الخسارة على الأقل، وسيكون موهوما حتى آخر مدايات الوهم من أن هذا الطوق سيجعله رئيس وزراء من دم ولحم حقيقيين سينقذونه من تحدي السقوط، لكن الكتلتين سيحولانه إلى شبح رئيس وزراء فقد أتيا به خالي الوفاض، وسينقذانه خفيف الظل والظلال ليبقى الرجل تحت إبطيهما يخرجانه متى يشاءون ليقدمانه للجمهور كرئيس وزراء لا حول له ولا قوة، ويضربان به خصومهما وهما خلف ستار مسرحية هذه البلاد. جاء في الزمان أعلنت حكومة السويد التي تضيف مئات الآلاف من العراقيين كلاجئين على أراضيها وفي مدنها أنها اعتقلت عراقيا يقوم بالتجسس على اللاجئين العراقيين في السويد وينقل أنشطتهم ومعلومات عنهم وعن نشاطهم خصوصا السياسيين منهم والمعارضين للعملية السياسية في العراق وضباط الجيش والأجهزة الأمنية السابقين وإيصال هذه المعلومات إلى دوائر وأجهزة الدولة الأمنية في العراق، بحسب مقال في صحيفة الزمان العراقية للكاتب سامي الزبيدي. في أساسة العراق لا يكفي ما فعلتموه بالشعب العراقي داخل الوطن؟ ألا يكفيكم حرمانهم من أبسط حقوقهم؟ ألا يكفي حرمانهم من أبسط الخدمات التي تقدمها أفقر دول العالم في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لمواطنيها، وهي الماء الصالح للشرب والكهرباء؟ ألا يكفي إرهابهم واعتقالهم وتعذيبهم واشتتاثهم وتهميشهم واغتيالهم وتشريدهم وتهجيرهم وتجويعهم وإفقارهم؟ ألا يكفي معانوه من اضطهاد وحرمان والممارسات الطائفية التي وصلت حد القتل على الهوية والحرب الطائفية التي حصلت عشرات الآلاف من العراقيين حتى اضطر الملايين منهم للهجرة إلى بلاد الغرب وبعض الدول العربية هربا من ظلمكم وجوركم وقتلكم وجرائمكم؟ ومع ذلك وهم في مهجرهم وغربتهم ومعاناتهم لم يسلموا من ممارساتكم المؤذية والمعيبة، فأرسلتم وراءهم من يتجسس عليهم وينقل أخبارهم إلى أجهزتكم الأمنية والقمعية حتى يتم اغتيالهم أو اعتقالهم في حالة عودتهم إلى وطنهم إذا دعتهم الحاجة الملحة لذلك. فحتى اللاجئون لم يسلموا من ممارساتكم القمعية والتعسفية والشوفينية، وأنتم تعرفون جيدا لماذا غادر هؤلاء وطنهم، فأنتم وميليشياتكم وأحزابكم الطائفية من هجر هؤلاء وشردهم عن وطنهم.
أي عمل قبيح وسيء هذا لجأ إليه من يسمون أنفسهم ساسة وقادة العراق عندما يرسلون عملاءهم وعملاء دول الجوار ليتجسسوا على اللاجئين الهاربين من الظلم والجور والمشردين رغما عنهم وعن وطنهم ليزيدوا من معاناة الهجرة والغربة عن الوطن بمعاناة أخرى هي التجسس ونقل المعلومات عنهم إلى الدوائر الأمنية ليتم اعتقالهم أو اغتيالهم في حالة عودتهم إلى وطنهم ثانية. فيا ساسة العراق اتركوا المهجرين والمهاجرين. يخاطبكم الكاتب ليقول ليعيشوا حياتهم في الدول التي احتضنتهم ووفرت لهم ما لم توفروا أنتم وأحزابكم. نقرأ في العربي الجديد: اللامعقولية السياسية التي تجسدت في تمسك الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أو إرغامه على التمسك بالسلطة على الرغم من عدم لياقته الصحية لإدارة دولة تسير جنبا إلى جنب مع المعقولية اللافتة في تعامل السلطات الأمنية الجزائرية حتى الآن مع المتظاهرين ضد العهدة الخامسة لبوتفليقة. عن دلالة هذا الأمر راتب شعبو يكتب في صحيفة العرب الجديد: الراجح أن هذا الوقت الفاصل بين انتخاب بوتفليقة المفترض لولاية خامسة والانتخابات الرئاسية المبكرة سيكون وقتا للرهان على إيجاد بديل متوافق عليه من مراكز القوة في السلطة الجزائرية. ولكن يبقى السؤال: لماذا لم تتمكن دائرة الحكم الضيقة هذه من التوافق على بديل قبل موعد تقديم الترشيحات؟ في الوقت الذي يدرك فيه الجميع أن ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة سيكون استفزازاً للشارع الجزائري الذي سبق أن احتج وإن يكن في مستوى أدنى على ترشحه لولايتين ثالثة ورابعة. البحث عن إجابة على هذا السؤال قد يفسر التجاور المشار إليه في البداية بين اللامعقوليتين السياسية والأمنية في المشهد الجزائري، بمعنى أن صعوبة التوافق على بديل أدت إلى إبقاء بوتفليقة في الواجهة وأدت في الوقت نفسه إلى التعامل الحذر مع الاحتجاجات خشية الدخول في تبعات غير مسيطر عليها في لحظة الفراغ بين رئاستين. صحيح أن المتظاهرين لا يرفعون شعار إسقاط النظام على غرار الثورات العربية المجاورة أو البعيدة، إلا أنهم يعنونه في مطالبهم التي تتجاوز شعار لا للعهدة الخامسة للمطالبة بتغيير السلطة وبتحييد الدولة العميقة وبحوار شامل وبنظام جديد. الكاتب يقول: مأزق السلطة الجزائرية الحالية المتمثل في عدم وجود بديل لبوتفليقة بعد انتهاء مهلة الترشح وتحول صراعها مع الشارع إلى صراع كسر إرادة صريح لا محل فيه للمساواة، وهو ما جعل الحكومة الفرنسية تنتقل من المعارضة الشديدة لترشيح بوتفليقة إلى السكوت عن ذلك من أجل ضمان استقرار البلد الذي يشكل ثقلا جيوسياسيا وازنا في حوض المتوسط والذي يترك انعكاسات مباشرة على الدولة الفرنسية. الخطر الذي يمكن أن يتولد عن هذا الموقف هو أن يشجع السلطة الجزائرية على قمع الاحتجاجات. نقرأ في العرب الجديد: منذ بداية الربيع العربي قبل 8 سنوات وكاتب هذه الأسطر يؤكد بلا كلل أو ملل أن الانتفاضة الكبرى التي خضت المنطقة العربية في عام 2011 لم تكن سوى المحطة الأولى في سيرورة ثورية طويلة الأمد كما يصف، سوف تتواصل لسنين عديدة بل لعقود وتشهد مراحل متعاقبة من المد الثوري والجزر المضاد للثورة، شأنها في ذلك شأن كافة السيرورات الثورية الكبرى التي شهدها التاريخ. وما كان هذا التقدير بالأحرى محاولة في التنبؤ بل استنتاجا علميا استند إلى تحليل للجذور العميقة للانفجار الإقليمي، وهي جذور راسخة في نظام سياسي واجتماعي معيق للتنمية، بحيث باتت المنطقة تشهد ازديادا مضطردا في البطالة السافرة والمقنعة بحسب الكاتب جلبير الأشقر في مقال بموقع عربي 21. والحقيقة أن النظام العربي بات عفناً حتى النخاع وقد فقد أي مصداقية في نظر الغالبية الساحقة من سكان المنطقة،
فيما يخص تقديم حلول حقيقية وناجعة للخروج من المأزق الاقتصادي والاجتماعي، غير الحلول الوهمية الاستعراضية والمصحوبة بحزم من التدابير القاسية التي تثقل كاكل الشعب. وضع انفجار عام 2011 منطقتنا أمام مفترق طرق، إما تشهد تغييراً بنيوياً اجتماعياً وسياسياً عميقاً في طبيعة أحكامها يضعها على سكة تنمية مستدامة قادرة على استيعاب الشبيبة التي لا تني تتدفق على أسواق العمل بأعداد غفيرة، أو تغرق في دوامة من العنف بكافة أشكاله تنذر بسقوط المنطقة، وقد باتت سوريا المثال المفضل لدى زبانية الحكم في المنطقة يحيلون إليها دائماً كمصير محتوم لكل محاولة تغيير ثوري انسجاماً مع شعار زبانية نظام آل الأسد الشهير: الأسد أو نحرق البلد. وهي حالة نادرة رأينا فيها أحد أنظمة المنطقة ينقل شعاراً من شعاراته إلى حيز التنفيذ، فقد أحرقوا البلد حقاً ودمروها وذبحوا أهلها وشردوهم. وهذا ما تهدد شعب الجزائر به ومنذ منتصف الشهر الماضي الطغمة العسكرية والمدنية التي تحكم البلاد. أكد بيقول أن زبانية الحكم هؤلاء يتصرفون وكأنهم لا يدركون إطلاقا أن تشبثهم بالسلطة هو الذي يتسبب بتدهور الأوضاع نحو الأوف. عنف السلطة أولا، يليه بعد حين عنف مضاد من قبل الذين ما عادوا يتحملون أن ترتكب السلطة مجزرة تلو مجزرة بالمتظاهرين السلميين، والحال أن المتظاهرين في كل بلد من بلدان المنطقة أرادوا تظاهراتهم سلمية سلمية، كما يهتفون في الجزائر على غرار من سبقهم على درب الانتفاضة في مصر وسوريا وغيرهما. وحقيقة الأمر أن وراء تهديد الزبانية بمصير يدعون أنهم يخشونه يكمن التهديد الصريح الذي أفصح عنه زبانية آل الأسد إنهم على أتم الاستعداد لحرق البلد. والحقيقة الناصعة بدل ترك السلطة أن بقاءهم في السلطة هو الذي يزيد أسوأ العواقب احتمالا، وليست مطالبة الشعب برحيلهم. نقرأ في العربي اللندني: الوجود الإيراني يعبر عن آليته في الاستمرار من خلال الميليشيات الخاضعة عقائديا لفكر الولي الفقيه التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو ما يعني إما تسليح المجتمع وإما إخضاعه لسيطرة الجماعات. يمكن حل عدد من المشاكل في الشرق الأوسط إذا ما تم احتواء إيران وتحجيم دورها القائم على أساس توسع نفوذها. قول فيه الكثير من التبسيط، غير أنه ينطوي على قدر غير قليل إطلاقا من الحقيقة، وفق مقال للكاتب فاروق يوسف في صحيفة العرب اللندنية. لقد صار جليا أن الوجود الإيراني يعبر عن آليته في الاستمرار من خلال الميليشيات المسلحة الخاضعة عقائديا لفكر الولي الفقيه التابعة بشكل مباشر للحرس الثوري الإيراني، وهو ما يعني إما تسليح المجتمع وإما إخضاعه لسيطرة الجماعات المسلحة التي تلتزم أمام قياداتها بأسلوب المطيع الأعمى، غير أنها لا تلتزم بشيء أمام المجتمع، فهي تمارس العنف متى تشاء وضد من تشاء، ولا يمنعها وازع من الاستيلاء على المال العام، كما أنها لا تعترف بوجود دولة وطنية. وهكذا تكون إيران مسؤولة بشكل كامل عن الانهيار الشامل الذي انتهى إليه العراق، الذي لم يصح حتى هذه اللحظة من صدمة الاحتلال الأمريكي الذي مضى عليه حوالي 16 سنة، وهي مسؤولة عن تهميش إرادة الشعب اللبناني من خلال السيادة المطلقة التي يمارسها حزب الله على القرار السياسي في لبنان، كما أنها مسؤولة عن الحرب في اليمن من خلال إسنادها المعلن لجماعة الحوثي التي لم تعد تكتفي بالإطار المحلي لمطالبها، بل صارت تهدد بأسلحتها المحيط الإقليمي. الكاتب يضيف: النفوذ الإيراني المتنامي قد أدى إلى أن تفقد دول استقلالها وقدرتها على إدارة شؤون مواطنيها بما يخدم خطط تنميع كان بإمكانها أن تنهي الكثير من مشكلات شعوب كانت ولا تزال تحلم بالعيش في سلام في إطار المواطنة التي تستند إلى مبدأ العدالة الاجتماعية. فطبيعة التدخل الإيراني ليست خافية على حد، ليست من ذلك النوع الذي يكتفي بالسياقات السياسية التي يمكن أن تعبر عنها التحالفات القائمة بين الدول، بل يضرب ذلك التدخل بعصفه
كل مرتكزات العيش، بما يجعل النسيج الاجتماعي برمته عرضة للتمزق والتآكل، كما أدى إلى انهيار واضح في قطاعي التعليم والصحة وسواهما من الخدمات التي يمكن أن تنشئ مجتمعا متصالحا مع إرادته الحرة. بعيدا عن السياسة، قال صحيفة ليزيكو الفرنسية إن دراسة جديدة أظهرت أن الاحتباس الحراري قد يؤدي إلى اختفاء كلي للسحب، مما يعني ارتفاع الحرارة بنحو 8 درجات مئوية، لأن السحب المنخفضة تبرد الجو بشكل طبيعي. وقالت صحيفة إن زيادة كميات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة بفعل الصناعات في الجو يمكن أن تقضي بصورة مبرمة على السحب الركامية المنخفضة التي تساعد في تبريد الجو. وقد أوضح الباحثون الذين نشروا دراستهم في مجلة Nature Geoscience وجود تفاعل غير معروف حتى الآن بين غازات الاحتباس الحراري وهذه السحب المكونة من بخار الماء، كما بيّنوا أنه عندما يتضاعف المستوى الحالي لثاني أكسيد الكربون 3 مرات ستختفي هذه السحب فجأة، ووفقا لحسابات الباحثين سيؤدي اختفاء هذه السحب إلى ارتفاع الحرارة ب8 درجات مئوية. تضاف إليها الحرارة الناتجة عن تركيز غازات الاحتباس الحراري في الجو. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.